هل تعرف الصحابي صهيب بن سنان؟ وهو أحد البدريين، والبدريين هم الذين شاركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في معركة بدر. وانتميت إلى العرب، وأنت رجل من الروم، وفيك سرف في الطعام. إنه صهيب بن سنان، يعرف بصهيب الرومي لأنه أقام في الروم مدة، وهو من أهل الجزيرة، سبي من قرية نينوى من أعمال الموصل، وقد كان أبوه عاملا لكسرى، ثم إنه أخذ إلى مكة فاشتراه عبد الله بن جدعان القرشي، ويقال بل هرب فأتى مكة وحالف ابن جدعان. وقد كان من كبار السابقين البدريين. فعن ابنه عن أبيه قال: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه. وقال عمار رضي الله عنه: لقيت صهيبا على باب دار الأرقم، وفيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلنا فعرض علينا الإسلام فأسلمنا، ثم مكثنا يوما على ذلك حتى أمسينا، فخرجنا ونحن مستخفون. وقال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: صهيب سابق الروم. وكان صهيب يعذب حتى لا يدرى ما يقول مع جمع من ضعفاء المسلمين. وقال مجاهد: فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه عمه، وأما أبو بكر فمنعه قومه، وأخذ الآخرون، سمى منهم صهيبا، فألبسوهم أدراع الحديد وصهروهم في الشمس حتى بلغ الجهد منهم كل مبلغ، فأعطوهم ما سئلوا، يعني التلفظ بالكفر. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، نزلت في صهيب ونفر من أصحابه، أخذهم أهل مكة يعذبونهم ليردوهم إلى الشرك. وأقبل صهيب مهاجرا وأتبعه نفر، فنزل عن راحلته وسحب كنانته وقال: لقد علمتم إني من أرماكم، وأيم الله لا تصلون إلي حتى أرمي بكل سهم معي، ثم أضربكم بسيفي، فإن شئتم دللتكم على مالي وخليتم سبيلي. قالوا: نفعل. فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قال: ربح البيع أبا يحيى. ونزلت: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وقال عمر لصهيب يوما: أي رجل أنت لولا خصال ثلاث فيك؟ قال: وما هن؟ قال: اكتنيت وليس لك ولد، وانتميت إلى العرب، وأنت رجل من الروم، وفيك سرف في الطعام. فقال صهيب: أما قولك اكتنيت وليس لك ولد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني أبا يحيى، وأما قولك انتميت إلى العرب وأنت رجل من الروم، فإني رجل من النمر ابن قاسط، سبتني الروم من الموصل بعد إذ أنا غلام، قد عرفت نسبي. وأما قولك فيك سرف في الطعام، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من أطعم الطعام. ولما طعن عمر رضي الله عنه استنابه على الصلاة بالمسلمين إلى أن يتفق أهل الشورى على إمام، وكان موصوفا بالكرم والسماحة رضي الله عنه. ومات صهيب بالمدينة في شوال من السنة 38 عن 70 سنة رضي الله عنه.